عيده وعلى صدر البلاد والعباد لستة وعشرين عاما ذاق فيها شعبنا الويل والعذاب، فتبددت الآمال في بناء وطن مستقر فتعويض لنضال 30 عاما تعرض خلالها شعبنا لجميع أنواع القتل وحرق القرى وتنصيب المشانق للشرفاء واللجوء والتشرد وأرتالا من الشهداء وألاف المعاقين والمفقودين. ولكن رغم تلك التضحيات أصبح الوطن بعد استقلاله طاردا والعدالة حلما والمستقبل مجهولا والتنمية تخلفا. النظام وبدلا من تحقيق أبسط حقوق المواطنة حرية التنقل والعمل والتجارة والسفر حول الوطن إلى سجن كبير الداخل فيها خائف حتى يخرج والمقيم فيها مجبر على الصمت، والشباب حياتهم مرهونة بالخدمة الوطنية التي لا فكاك منها بأجل ولا عائد منها يحقق نصف حياة. ولا تسأل العزيز المستمع عن الخدمات والتعليم والتوظيف، وكل تلك الأماني تبخرت، والتفكير بالهروب لكل من يبلغ الحلم من الجنسين هي الفكرة الوحيدة التي يجب أن تبذل لها المهج وتصرف عليها المدخرات طلبا للحياة ونجاة من الذل. إن نضالات الشعب الإريتري كانت مذهلة وتضحياته كانت جبارة ورجاله كانوا أسودا ضارية، خاض المناضلون أصعب المعارك ونفذوا أخطر العمل.